وإلى مختار العصر كما يسميه الشيعة الغبران، إنه نور المالكي في الذكرى السنوية التأسيسية لحزب الدعوة. يأتينا نوري المالكي بآية من آيات القرآن إلا وجود لها في القرآن. رجاء أعرض لنا الفيديو. الله الله، في رفض كل فتنة لأنها ستكون كارثية، ماحقة حالقة كما عبر عنها القرآن الكريم. هذه الآية يبدو إنها من سورة واللافطات لفطا والشافطات شفطا، بعد أن لفطوا العراق وشفطوه، فصاروا يقدمون لنا آيات من الكتاب الكريم مرة على لسان مرجع، وأخرى على لسان محقق كالبدري، وأخرى على لسان خطيب، وأخرى على لسان سياسي، وأخرى على لسان مختار العصر. مثلما قلت لكم، هذه من سورة واللافطات لفطا والشافطات شفطا. رجاء أعيد بث الفيديو. الله الله، في رفض كل فتنة لأنها ستكون كارثية، ماحقة حالقة كما عبر عنها القرآن الكريم. والله أنتم الذين محقتم العراق محقا وحلقتم له حلقا، لقد محقتم العراق وحلقتموه حلقا. القرآن لم يعبر بهذا التعبير، إنما أنتم الذين قمتم بهذا عمليا وفعليا. محمد علاوي وهو من أجواء حزب الدعوة يحدثنا عن المالك. الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء. الولاء؟ ولاء إلى رئيس الوزراء، هذا هو المهم. هذا هو المهم في زمن حكم السيد المالكي، الفترة الثانية، حتى أكون الفترة الثانية بالتحديد. الفترة الثانية بالتحديد. زين، في الأولى لم تكن الأمور هكذا. لا، لم تكن هكذا، لا، الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين، الوزراء، هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية؟ كثير من الوزراء يعني ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل هذا واقع في النهاية. زين، الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين، فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه إلى هذا الحد. طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت أنا يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تيجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه. عندي يعني اعترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي، كاسيتات. شو تتضمن؟ تتضمن طبعا كاسيتات، كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات. بهذه الطريقة كانت الأمور؟ طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأميركان بأجهزة للتنصت، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصت على الجهات الإرهابية. مع الأسف استخدمت سياسيا، استخدمت سياسيا. زين، وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش دا يحكي وايش دا يقول، فبدأوا يعرفون أنه هذا الإنسان حرامي سارق. زين، والمالكي يقولهم زين هذا الآن صار عندنا ملف عليه، حتى باكر عقبه ما يقدر يحرك نفسه. هذا كلام خطير. طبعا خطير، وهذا الواقع. هذا الواقع، ما دا احكي لك عن تصورات، لا لا، انا احكي لك معلومه دا انطيك اياها. هكذا كانت الامور في مجلس الوزراء. بالضبط، هذا الملف عليك ان تفعل هكذا. بالضبط، هذا الملف صار بيد المالكي. زين، الان هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي، يسمح لهم انه يسرقون، يسمح لهم انه يسمح لهم يسرقون. طبعا يسمح لهم يسرقون، ما يتخذ اجراء ضدهم بس اكيد حتى يضمن ولاءه.
لأن هذا يسرق مقابل الولاء بالضبط ويبقى ويبقى طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء كثير من الوزراء موجودين. زين ما اتهموك بالفساد لماذا لم تبقى؟ أو القضية أنا يعني بالعكس أنا القضية بالعكس أنا ما قدرت أسكت ما أسكت أنا طبيعتي ما ممكن أسكت بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام أنا كلها رسائل وأرادوك أن تسكت. زين بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي يعني ما ممكن فهذا هو طلع ماذا أراد دكتور؟ كثير من الأمور بصراحة كثير من الأمور يعني وحدة من الأمور زين أنا خلي أقول لك طبعا وحدة من عندها نفس الفساد الفساد نفسه عقود الفساد إيه كانوا يعني أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص ولكنه اضطر أجب علي وطلبوا أمور معينة عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا هذه الجهات تابعة لمن؟ هو الجهات شو اسمها نفسها رئيس جهة رئيس الوزراء أي طبعا طبعا. وإلى القاضي دار نور الدين وهو يتحدث عن المالك أيضا. قد تتساءلون لماذا أركز كلامي عن المالك، ليس عندي من مشكلة مع المالك مثلما ليس عندي من مشكلة شخصية مع السيستاني، إنما أركز على السيستاني لأنه الرمز الديني الأول في الأجواء الشيعية، وأركز على المالكي لأنه الرمز السياسي الأول وهو يمثل حزب الدعوة الذي هو الحزب الشيعي الأول. لهذا السبب ليس عندي من مشكلة شخصية لا مع السيستاني ولا مع المالكي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. أثناء وجودك بوزارة العدل لقيت قضايا إعدام محسومة مصادق عليها وما منفذة وطلب منك أن تنفذها؟ طبعا طبعا. منين؟ طبعا من المحاكم مو من جهات أخرى. سياسيين لو شنو؟ لا لا مجرمين عاديين يعني مجرمين عاديين مثلا أحدهم مرتكب ثلاث جرائم ثلاثة عقوبتها الإعدام محكوم بها ثلاث جرائم محكوم عليها بالإعدام. وليش ما منفذ بيه؟ ما منفذة بضغوط. ضغوط منين؟ ضغوط من الأحزاب السياسية. هو مجرم؟ هو مجرم محسوب عليهم شنو؟ والله محسوب عليهم أو منهم؟ منهم يعني ما ندري. هاي الضغوط يعني مستمرة؟ طبعا بس مثلا إحدى المرات يتم تنفيذ حكم الإعدام بمجموعة من ضمنهم هذا اللي محكوم ثلاث عقوبات إعدام، يروح شخص من مكتب رئيس الوزراء ويعترض على تنفيذ حكم الإعدام به لحظة التنفيذ اي وطلع خابرني الوكيل قال لي الموضوع كيت، فقلت له وقفوا لا تعدمون البقية هم هنا. رئيس الوزراء من إيه نعم من مكتب رئيس الوزراء اجى ياخذ هذا يطلع من معدومين لين عدم لين عدم كان المالك رئيس الوزراء طبعا. وانت اجراءك ان وقفت وقفت الاعدام قلت البقية هم ما تنفذون بهم. غريبة هاي. بعدين شنو شفت في سنة 2007 ثلاثة أشخاص محكومين بالإعدام، يجي مستشار في مجلس الوزراء إلى السجن يطلع ذولا من أثناء عملية تنفيذ الإعدام يطلعهم من الغرفة يرجعوهم للسجن. بعدين ورا يومين من اي غرفه؟ غرفه من غرفه الاعاني على الصاد ينفذون بهم ويروح يعترض حتى المحضر التنفيذ اللي شو اسمه المحضر ايضا هو موقع عليه انه هذا ما ينفذ بهم ويرجعون الى السجن موقع عليها. ورا يومين ثلاثه يسوي لهم عياده في المستشفى انه مرضى ويطلعون يرجعون ويطلعون ويهربون ويعاقبون الحراس، لكن هذا المستشار اللي سوى هذه العملية هي فعلا يعني مدبرة كانت.
وحتى أني في وقت شنو تهمهم؟ جنائية؟ تهم جنائية محكومين بالإعدام عليها. فحتى أني في وقتها سويت كتاب إلى هيئة النزاهة طلبت بها محاسبة هذا المستشار والتحقيق وباقي جزء لحد الآن. والله سمعت أنه في إنجلترا ما أدري عاد في إنجلترا ايه؟ هي طبعا أخذ يعني على كل هاي يعني الضغوط يعني ما على الأسف يعني هاي الحالات مستمرة. اتصلوا بك شخصيا قالوا لك يعني خفف أو لا تنفذ؟ لا 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 مرة واحدة أنه خابرني سيد نوري المالكي قال لي شو اسمه قال لي أريد أشوفك على أنا عرفت على موضوع هاي الإعدامات فرحت وديت وياي الأضبارة وخبرك على عرفت على من خبرك؟ أنا خمنت أنه الموضوع هذا فمن رحت كان في مكتبه موجود علي الدباخ موجود يما بالمكتب كان الوقت مغرب تقريبا فقال لي شنو هذا الموضوع فحكيت له قلت له هاي هذا هي عليه 3 أحكام بالإعدام جنائية إيه قال لي هو هذا على كل يعني شلون هذا هسه أجلوه يعني من هذا الحكي أجلوه فأني الآن خلصت الكابينة الوزارية يعني طلعت بعد عاد هذا الشخص نفذ بي أو ما نفذ بي ما يعني قال لك علن لا تعد ما هذا مو إلا قال يعني هو حتى يعني خلد أقول لك المسألة قال يعني مثلا خلي واحد سني واحد شيعي واحد سني واحد شيعي لا مثلا كلهم من فصيل معين مجرم شنو زين أني شنو شلون أفرزن هذا سني يمكن مسيحي بس اسمه إسلامي لا والجريمة شو عليها ما لها علاقة يعني واحد مرتكب جريمة مرتكب قتل جريمة قتل يعني زين 5 شيعة مرتكبين جريمة قتل ولا سنوهم شلون مش مدرين يعني ما تنفذ بهم لا يعني ما هاي المسألة ما ممكن تصير شلون تحملت هاي الضغوط أستاذ دار والله هي يعني ما كنت أهتم شوف دكتور أثناء ما كنت أنا في الجمعية الوطنية عضو بالجمعية الوطنية صدفة أني كنت في عمان مسوي عملية جراحية للقدمية رجعت إلى بغداد داومت أول يوم داومت بي بالجمعية كان معروض تشريع قانون إلغاء الفقرة با يمكن من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللي هي تنص أنه ما يجوز إجراء التحقيق أو التعقيبات القانونية بحق الموظف إلا بعد استحصال موافقة الوزير المختص يدون يلغوها؟ كان معروض أنه تنلغي أنا الحقيقة اعتراضت رفعت إيدي فقلت أنه هاي ما سووها اعتباطا يعني معناته أنه ما حد يقدر يشتغل مثلا مدير عام يجون شهود 2 يحلفون اليمين ما يخافون الله يقولون إيه هذا عرض طلب من عندنا رشوة يكون يشيلوه من ميزة ويودوا بدون أن يأخذون رأي الوزير المختص فسيد نوري المالكي كان هو رئيس الأمن والدفاع إيه مو بس الأمن والدفاع كان عضو أيضا في الجمعية قال أنت الآن أشكلت على الأعضاء إحنا أكو وزراء يغطون على السراق والمرتشين والكذا فأني قلت له يابا إحنا كجمعية لنا حق أنه الوزير نجيبه نستجوبه أنه شنو سبب مدى يوافق إما يقنعنا أو نقنعه السيد حاتم الحسني كان رئيس الجمعية فقال إحنا هاي الآن إحنا هاي الجولة الثانية للتصويت هذا كان لازم يصير في المرحلة الأولى من التصويت هسه التصويت صوته فصوته بالأكثرية صدر قرار أنه تلغى المادة تلغى المادة أني الحقيقة يعني مفاد شو اسمه رحت على
كان الشيخ غازي الياور رئيس الجمهورية. فقلت له شيخ أكو هذا الموضوع، فأرجوك يعني هذه من تجي، وكنا تقريبا في الأيام الأخيرة من الجمعية الوطنية. فقلت له من تجيك هذه رجعها، اعترض عليها، تحفظ عليها، لأن من ترجع لازم ثلثي أعضاء الجمعية يصوتون عليها يلا تمشي. هذا صعب ربما. كان لازم خلال 15 يوم، فيظهر أنه راحت ما حد اهتم بالموضوع، فتدري منتهت ال 15 يوم تعتبر نهائية هاي. وقعها غاز مشت. ما أدري وقعها أو ما وقع، حتى لو ما وقعها همينة تعتبر. أنا من صرت وزير، فديوم جلسة مجلس الوزراء أجا أحد الأشخاص، جلسة ماشية يعني، بس أجا أحد الأشخاص شاور النوري المالكي، قال له ما أدري شنو، فهو شفته صار عصبي، قال له شلون مرجعيها للطيارة؟ منو؟ شلون مرجعين الطيارة؟ على أي أساس؟ قال والله هاي أنا شوف بالجمعية الوطنية هاي من عرضوها أنا اعترضت عليها، أنه ما يجوز اتخاذ إجراءات إلا بعد أخذ موافقة الوزير المختص. هو قدم المقترح وأنا اعترضت عليه. كان الموضوع يخص سيد فلاح السوداني بالطائرة صاعد يروح، فمخبرين والطيارة رجعوا قبل ما تطلع من الأجواء العراقية، رجعوا قبضوا عليه. كان مزعج مو؟ انزعج كل شوية. فأني الحقيقة رفعت إيدي، قلت له يابا، قلت له موضوع مو أنت كنت طارحة وأني اعترضت. قال لي مو أنا أقول لك، أني ما شو اسمه وافق. قلت له موجودة محاضر الجمعية ورجع لها. سكت محشة على كل. هكذا تجري الأمور بهذه العبثية. وإلى مازن الاشياقر، كان عندنا رئيس وزراء سابق، هم ما نقدر نجيب اسماء، نعم، حكم 8 سنين. خلال هاي 8 سنين، نعم، بنهاية كل سنة ما سوى بيانات ختامية، نعم، انتهت 8 سنين وهم الخزينة خاوية. تغيرت الحكومة، اجى رئيس وزراء اخر، واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه اقدر اجيب اسمه، زين، الله يرحمه دكتور احمد الشلبي. احمد الشلبي ايش قال؟ قال هاي 8 سنين عبرت، جاني فلوس زايده ناقصه، متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفط ب$70 بس خلال السنه نبيعه ب80، ايش قد الفرق؟ 10. فبنهايه السنه راح يصير عندنا شويه فائض. نعم. فقال اني خو ما اجي سنه اسوي بها بيانات ختاميه، خل اجمع 8 سنين وكلها اشوف ايش قد دخل العراق وايش قد طلع من العراق. زين. فعرف ايش قد دخل وايش قد طلع وايش قد مصروف، طلع اكو فرق $312 مليار ما يعرفون وين راحت. خلال 8 سنوات اللجنة المالية، خلال 8 سنوات ايش قدر راحت فلوس؟ يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ، طلع مبلغ غير مفروض متساوي، غير متساوي، ايش قد فرقه؟ طلع الفرق انه داخل اكثر من مطالع 312 مليار مختفية 312. رئيس الوزراء هو المالكي، 312 مليار دولار، هذه الفوارق المالية. أما أصل السرقة كم فذلك أمر نحن نجهله، لكن الفوارق المالية التي سرقت 312 مليار دولار، إنها أيام المالكي العظيمة. نذهب إلى الفيديو الثاني. هسا نرجع على هاي 312. هسا اليوم وزارة اللجنة البرلمانية من تسألهم يقول لك الأموال المنهوبة 350 مليار دولار، نعم، اللي تقدر ب 400 تريليون دينار، يعني نقدر نبني 200 برج خليفة. تدري 200 برج خليفة؟ لأن يعني البرج خليفة بمليار ونص، فإحنا اللي انباقت من العراق 200 برج خليفة، تصور 200 برج خليفة انباق من العراق. نعم. هذا المبلغ لو تقسمه على الشعب العراقي، من كل شخص انباق دفتر $10,000، منك دفتر، منا دفتر، منا دفتر، من المخرج، من ابني، من كل شخص انباق دفتر بهاي المبالغ. زين، ايش سوى احمد الشلبي؟ راح على السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي، قال له يابا سويت مجموع البيانات الختاميه مال 8 سنين،
طلع عندي فرق 312. قال له شو تريد من عندي؟ قال له اعطيني تخويل اروح ادور عليها. قال له هاك تخويل. راحت شلبي سويسرا ونيويورك وهونغ كونغ وكل هاي العواصم بيروت ودبي ورجع قال له اريد اشوفك قاعد وياه. فقعدت شلبي ويا رئيس وزراء قال له بشر. قال له ايه عندي خوش بشاره. قال له شكو؟ قال له ربع المبلغ لقيته. وين؟ قال له عندي اسماء وارقام حسابات واسماء اشخاص موجوده يعني خلينا نقول 75 مليار دولار موجوده بذيك الدول. عنده تقرير كامل. يسمع السيد الكاظمي؟ اكيد يسمع. 75 مليار 75 موجوده. موجوده باسماء وارقام حسابات حتى قال له باسبوع انا رجعها. ايه. قال له ثاني ربع اللي 75 قال له ثاني ربع تطول فد شهرين ثلاثه لان مثلا مسجل باسم اخته. سوى العبادي. هسه احكي لك اياها كامله. عندنا وقت مو؟ والله وقت. هسه خمس دقائق. قال له وربع الثاني قال لي طول كم شهر لانه ما مسجله باسمه باسم نعم. اخته باسم عمته باسم ابن اخوه والربع الثالث قال لا هاي طول سنتين نعم. قال له ورابع ربع قال له هاي اشتروا بها الماز ورشوها منها انساها نعم. فقال له شلون؟ قال اعطيني تخويل نعم لان هو مو بالسلطه التنفيذيه هو بالبرلمان نعم. قال اعطيني تخويل حتى اروح اجيبها. قال له يومين ثلاثه اربعه وتوفت شلبي. اوف. هاي قصة ال 312 مليار دولار. خلينا نقول قصة وفاة الشلبي. يعني نقدر نقول هذا الشيء. وانا وراها 312 مليون دولار قتلوا 12 مليار اي 12 مليار قتلوا الشلبي. ما اعرف اذا قتلوه او شلون يعني زين هو ما يدري غير بس العبادي. لا هو التقرير دزه الى السيد السيستاني الى السيد رئيس الوزراء الى الخزانة الامريكية يعني زين. يعني موجود هذا التقرير. وراها فترة صار عندي لقاء ويا السيد رئيس الهيئة النزاهة الياسري نعم. يسمعني فرحت حكيت ويا مواضيع بعرف ايش قلت له يا أبا سيدنا عندنا موضوع كلش مهم انت رئيس ونزيه معروف عن استاذ سيد حسن كلش نزيه نعم. قلت له موضوع 312 مليار لو تشوف ايش صار بوجه هيك قمز. قال لي هذا سيد ما اقدر احكي. قلت له قال لي سيدنا عوف هذا الموضوع لا تحكي بي وعوفني من الموضوع وطلعت. خافون لو شنو؟ اني اريد اعرف شنو هذا البعبع هذا اللي يخوف كل الناس. من اللي طلع هذا المبلغ؟ من اللي اي هسه تحكي هيثم الجبوري يقول لك فعلا ماجد التميمي يقول لك فعلا 350 مليار ما طلعت كلها تعرف بيه كلهم يدرون بيها بس ما حد يتجرأ يفتح هذا الموضوع. مازن الشيقر يقول اني اريد اعرف منو هذا البعبع. البعبع بالنجف. البعبع بالنجف يا مازن الشيقر. البعبع هناك قاعد بالنجف. وإلى مناصرة من مناصرات المالكي إنها معروفة حنان الفتلاوي. بس مو صحيح. أول وحدة إحنا مال واحدنا يتنصل من المسؤولية بنهاية الفترة. بداية جينا بحماس كنا نريد نتقاسم الامتيازات وتقاسمنا الكعكة وكل واحد أخذ كيكته وفرح بيها وعقود ومناقصات وكوميشنات واستفادينا كنا استفادينا. من خلصت الفترة كنا نتنصل نقول والله ما قدمنا شيء. هذه لقطة عباسية سيستانية مالكية دعوتية بامتياز. محمود المشهداني في حديث مهم جدا. يعني احنا لما جينا استلمنا السلطة كمعارضة احنا مقاولين تفليش جينا. احنا طول عمرنا نشتغل بالمعارضه. بقيتوا بعقليه المعارضه؟ جلال الف رحمه على روحه قال بابا انا 40 سنه خالف القانون تريدني بيوم نلتزم به ننطلنا مجال. اي والله. فالى ان العقليه الثاريه مو بناء دوله جاي انا دا انتقم زين هو الانتقم من ابن دوله لو اريد بس اقتل الاخر. انتهجروا العلماء انقتلوا الطيارين انهارت القوى الامنيه واحنا كيفنا لان جينا للسلطه أخذوا الدولة من عندنا الإسرائيليين والأمريكان انطونا السلطة. لا بالضبط مثل لما تجي طفل شايل شيء ثمين تأخذه من عنده وتعطي شكليته يكيف لو ما يكيف كيف. احنا هالشكل طونا السلطة كيفنا ونقتل من يقول لا ونقصي من يقول لا ونفسنا عن كل أحقادنا وآلامنا ومشاكلنا. شعدنا عقدة بالسجن طلعناها الجوع نفسنا عنه
الظلم اللي كنا نعاني سوينا اتعس من عند ردود افعال. أنا ما تقول لي دولة، راح أقول لك يا دولة والله دكتور كل شيء ما أعرف. أنا بهذا الموقف أحييك على صراحتك، وبنفس الوقت لازم أحاسبك طبعا. ليش وإحنا بعيدين عن المحاسبة يعني؟ وين سيأتي اليوم الذي نحاسب فيه قريبا إذا تغيرت السياسة الدولية باتجاه استقرار العراق وإعادة بنائه؟ أكيد راح نحاسب. بايدن يغير؟ لا، بايدن ضعيف. هذا تعبير جدا دقيق، الرجل كان صادقا في كلامه، قال احنا مقاولين تفليش جينا. هذا التعبير تعبير مناسب جدا، انهم مقاولون للتخريب. هذه حكومة العباسي، وهذا الرجل من الأجواء الأخوانية وعلى علاقة وثيقة بالمالكي، إنه قريب جدا من حزب الدعوة برغم أنه سني، لكنه على علاقة وثيقة بالمالكي. الرجل صادق فيما قال. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من كلامه ومن هذه الصورة الحقيقية لواقع الحكم العباسي في العراق. يعني احنا لما جينا استلمنا السلطة كمعارضة، احنا مقاولين تفليش جينا، احنا طول عمرنا نشتغل بالمعارضة. بقيت بعقلية المعارضة؟ جلال ألف رحمة على روحه قال قبابة أنا 40 سنة خالف القانون، سيدني بيوم نلتزم به ننطلنا مجال. اي والله. فإلى أن العقلية التأرية مو بناء دولة، جاي أنا دا أنتقم، زين والانتقم من ابن دولة لو أريد بس أقتل الآخر. انتهجروا العلماء، انقتلوا الطيارين، انهارت القوى الأمنية، وإحنا كيفنا لأن جينا للسلطة، أخذوا الدولة من عندنا الإسرائيليين والأمريكان، انطونا السلطة. لا بالضبط، مثل لما تجي طفل شايل شيء ثمين تأخذه من عنده وتعطي شكليته، يكيف لو ما يكيف؟ كيف. احنا هالشكل طولنا السلطة كيفنا، ونقتل من يقول لا، ونقصي من يقول لا، ونفسنا عن كل احقادنا وآلامنا ومشاكلنا، شعدنا عقدة بالسجن طلعناها، الجوع نفسنا عنه، الظلم اللي كنا نعاني سوينا اتعس من عند ردود افعال. أنا ما تقول لي دولة، راح أقول لك يا دولة والله دكتور كل شيء ما أعرف. أنا بهذا الموقف أحييك على صراحتك، وبنفس الوقت لازم أحاسبك طبعا. ليش وإحنا بعيدين عن المحاسبة يعني؟ وين سيأتي اليوم الذي نحاسب فيه قريبا إذا تغيرت السياسة الدولية باتجاه استقرار العراق وإعادة بنائه؟ أكيد راح نحاسب. بايدن يغير؟ لا، بايدن ضعيف. وهو المالكي يخبرنا عن فشله وفشل حزبه حزب الدعوة وفشل الطبقة السياسية العباسية الحاكمة التي تسلطت على العراق. بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. وأنت منهم؟ وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم، كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا مما قاله نوري المالكي عن نفسه. بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق،
لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. وأنت منهم؟ وأنا منهم، حتى لا أبعد هذه القضية، لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة، أقول نعم كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها. فأين هذا الذي قلته يا نوري المالكي؟ إنها أكاذيب، أكاذيب. نحن لا نسمع من مراجع النجف وكربلاء إلا الأكاذيب، ولا نسمع من أصحاب العمائم إلا الأكاذيب، ولا نسمع من قادة الأحزاب الشيعية إلا الأكاذيب. هذا هو منهج الأكاذيب، دين الأكاذيب، إنه المذهب الطوسي اللعين. لعنة واضحة ورسمت في مجزرة سبايكر، إنها لعنة حقيقية إلى آثار مجزرة سبايكر. الله لا يطيل مالك، الله لا يوفقك مالك. هذه من شفتي خلال القنوات شنو صار رد فعلك؟ شفتي لي والله ما يعني هم ولدت في راسهم؟ الله لا يوفقك مالك. هذه اللعنة لابد أن تكون أولا على السيستاني، لأن السيستاني هو الذي جاء بالمالكي، الذي جاء بالمالكي الأمريكان والسيستاني. هذه الحقيقة لا يعرفها العراقيون. كثيرون يقولون من أن الإيرانيين هم الذين جاءوا بالمالكي، الذين جاءوا بالمالكي الأمريكان والسيستاني، حتى أن مرافقه الذي رافقه لما ذهب المالكي إلى السفارة الأمريكية وعرضوا عليه أن يتسلم رئاسة الوزراء، المسؤول الأمريكي قال لمرافق المالكي: قل له أن يحسن هندامه، لأن هندامه لم يكن مرتبا. المالكي حين جاء إلى العراق في بداية أمره كان يطمع أن يكون مديرا لدائرة التربية والتعليم في مدينته، في مدينة طويريج، وهي مدينة صغيرة. لماذا؟ لأنه كان سابقا يعمل فيها موظفا.
الأمريكان هم الذين جاءوا بالمالكي وبتأييد ومباركة من السيستاني، فهذه اللعنة لابد أن تكون أولا على السيستاني وثانيا على المالكي.